السلام عليكم. الايفون هذه السنة يعني سنة جديدة، ايفون جديد، لكن هذه السنة اشوفها افضل سنة ممكن نشوفها في عالم الايفون الى الان. هذا الفيديو راح اتكلم عن الايفون 12 من شخص استخدم الايفون 11 العادي لمدة سنة بالكامل، حصل على تغييرات اشوفها من وجهة نظري جدا جدا كبيرة ومرحب فيها بنفس الوقت. خلونا نبدأ مع مسألة الاسعار. بداية الأسعار زادت عن السنة الماضية، والسبب في الزيادة هو التغييرات الحاصلة مع الآيفون 12 مقارنة بالآيفون 11. هل يستاهل الزيادة؟ نعم، لكن بنفس الوقت متوفر بعدد من السعات 64 128 256 جيجا بايت. كاستخدام شخصي ما أتوقع أنه أحد بيروح لل 64 أبدا نهائيا، بل الناس ممكن راح تتوجه بشكل مباشر إلى 128 و 256 جيجا بايت. في ألوان جديدة صارت الآن مع الآيفون 12 وهذا شيء كويس. فيما يخص بالتغيير الثاني اللي ممكن تلاحظه هو في مسألة الـ 5G. نعم، الآيفون 12 وسلسلة الآيفون 12 بمعنى أصح حصلت على ضجة كبيرة جدا خلال المؤتمر بسبب تركيز أبل على مسألة 5G. بعد التقارير ظهرت أنه كانت أبل مخيرة، يا أروح لل 5G يا أروح لسرعة الهيرتز للشاشة، وتم الاعتماد على الـ 5G. الـ 5G يعني تقنية أو شبكة الجيل الخامس، تعتبر من التقنيات اللي لها ركيزة جدا مهمة في يعني في حياتنا، وراح يعني تكون لها أثر كبير جدا وفائدة أكبر السنة القادمة بكل تأكيد. لكن من وجهة نظري لا تأخذ جهاز علشان انه بس في 5G، خذ جهاز على الاشياء الثانية، يعني مش تركيزك الاول والاساسي على مبدأ ومفهوم انه فقط 5G هذا اللي ابغاه. الـ 5G وفلسفة 5G وعملها على سلسلة الايفون 12 بما فيها الايفون 12 انه يعتمد على خاصية، وهذه الخاصية تعرف باسم Smart Data. هذه الخاصية راح تعطيك الـ 5G كشعار، لكن تعطيك الـ 5G متى ما احتجته، لما يكون في بث، لما يكون في تحميل، لما يشوف الحاجة انك تحتاج الى سرعة اعلى فراح يعطيك قدرات من ناحية التحميل والابلود الخاصة بالـ 5G. متى ما كانت الشبكة ضعيفة، متى ما احتجت الـ 5G راح يرجع للـ 4G LTE. والفلسفة او هذه الخاصية من وجهة نظري حلوة، لأنه راح يوفر عليك بحيث أنه ما يستهلك بشكل كبير جدا من ناحية البطارية، لأنه 5G يستهلك بكل تأكيد في كل مرة تستخدمه. لكن إذا يعني عندك بس تبغى 5G ما تبغى هو يقرر، فممكن تروح للإعدادات وتلغي هذه الخاصية بكل بساطة وخلاص قضينا انتهينا من هذا الموضوع. طبعا الأشياء اللي برضو راح تلاحظها هو في مسألة مفهوم التصميم، مفهوم جودة التصميم. أنا طوال هذا الفيديو ما راح اركز على الارقام راح تظهر لك يعني، لكن اللي اقصده انه تغير جذري في مفهوم التصميم الخاص بسلسله الايفون 12 بما فيها الايفون 12 العادي. الان صار شاشه مسطحه، حرفيا مسطحه، الجهاز صار يعني مستطيل بمعنى الحرفي لكلمه مستطيل، ورجع بمزيج التصميم الايفون 4 والايفون 5، وللأمانة جميل جدا وعجبني جدا. مقيسة بعادة مقارنة بالايفون 11 كمستخدم اعطتني انه اصغر، يعني سهل جدا، اصبح اسهل بكثير مما تصورت من ناحية مقاييس يعني ابعاده في مسألة التحكم بيد واحدة. اطار الشاشة تم تقليصه وهذا الشيء جدا جدا اسعدني. القدلة يبين لك بسبب تقليص مساحة اطار الشاشة انه بحجم اصغر، فهذا المزيج اللي قاعد يصير اعطاني يعني صراحة سعادة في استخدام الجوال لفترات جدا طويلة، واستخدم اطار من الالمنيوم وقزاز من اللماع في الجهة الخلفية. نعم، هذا هو اللي صاير في التصميم في مسألة جودة التصميم، فصراحة نقطة تحسب لهم وبقوة. وايضا يعني ابل ركزت على سيراميك شيلد، الطبقة الجديدة للحماية للشاشة الهاتف المحمول وسلسلة الايفون 12. فما جربت اني اطيح جوال ولا ابغى اسويه نهائيا، لكن اوكي دائما انا يعني احط طبقة حماية وخلاص وانتهى الموضوع. لكن اوكي يعني اهم شيء انه يكون فعال، مو بيطيحها ان شاء الله ما يطيح مني، بس انه يكون فعال ضد الخدش، هذا اللي يهمني بشكل اكبر، يكون فعال ويثبت فعاليته في مسألة الخدش. طيب وش اللي صاير برضو كتغيير كبير؟ الشاشة، وانت عارف كمستخدم الايفون 11 عادي تحديدا قد ايش حصل على تحديث ضخم في مسألة التحديث للشاشة. الشاشة الان صارت OLED من IPS LCD، الشاشة صارت 1080p من 720، فالبكسلات اختبت،
الشاشة صارت أجمل مع في تسريب للإضاءة، لو أنت قاعد تشوف مشاهد باللون الأسود تحديدا. مستوى النتس أقل من الآيفون 12 برو، لكن الأمر جدا طبيعي، 600 وكسور للنتس أشوفه جدا كافي لاستخدام شاشة الهاتف في مكان في إضاءة عالية أو تحت أشعة الشمس، ممكن يوصل إلى 1200 نتس في بعض المشاهد اللي تطلب فيها مع تقنية الـ HDR. ببساطة الشاشة ما راح تخيب أملك، وهذا الأمر ينطبق في مسألة الصوتيات واللي يعني عبارة عن نظام استيريو. أما فيما يخص بالأداء فللأمانة آخر يعني سنتين أو ثلاث سنوات ما عمري لاحظ في مشاكل في الأداء. يعني إذا كان معك آيفون 11 راح يكون سيري لا الـ A14 بايونيك، معالج خاص بأبل، أقوى معالج موجود في عالم الهواتف الذكية إلى الآن، لكن هذا المعالج ما بين الفرق الشاسع الكبير، في فرق بسيط لكنه ما بين اللي اقصده انه في توافق عظيم ما بين الهاردوير والسوفتوير. اذا في توافق عظيم ما بين السوفتوير والهاردوير، وهذا اللي دائما اقوله، لا يهمك او لا يغرك زياده العتاد وهياط العتاد، اللي يهمك توافق النظام. يعني هنا يبين لك قد ايش الشركه ذكيه وقد ايش الشركه احترمها متى ما اهتمت توافق العتاد مع النظام. اذا توافق الاثنين صدقني صدقني مهما سويت من استخدام ثقيل، استخدام مكثف، استخدام يومي، ما راح تواجه مشكلة. المعالج عظيم ممتاز، ما راح تواجه أي مشكلة نهائيا. تمنيت في سرعة في الهيرتز، لكن كمستخدم للآيفون والأشخاص اللي يستخدمون آيفون وناوي ينتقلون للآيفون 12 ما راح يفقدون هذه الخاصية بدرجة جدا كبيرة. بالنسبة لمسألة البطارية، أوكي كلغة أرقام من هذه الخرابيط خليها على جنب، كاستخدام يومي راح يصبر معك لنهاية اليوم، ما عندك أي مشاكل مع تفعيل 5G واستخدام 5G مع خاصية سمارت داتا أو سمارت داتا، يعني سميه زي ما أنت تبغى، لكن أقصد أنه راح يصبر معك لنهاية اليوم بدون أي مشاكل. ما عمري واجهت مشكلة مع دقة 1080p والتطورات اللي حصلت كعتاد أبدا، ما راح يعني أو حسيت أنه راح ينتهي بشكل سريع، لا ابدا ما عمري حسيت بهذا الشيء نهائيا مع مساله البطاريه. لكن الشيء اللي تمنيته للامانه يكون في USB Type-C، لكن توجه ابل واضح وخاصه واضح جدا هذه السنه، انه اذا ما شفنا السنه الجايه فاكيد السنه اللي بعدها ان شاء الله اذا الله احيانا طبعا، انه راح يكون في ايفون بدون اي منفذ نهائيا. ف أبل بدأت هذه السنة بتستخدم ماك سيف، والماك سيف يعني معروف لمستخدمين الماك بوك، لكن والماك بوك وستة الماك، لكن أقصده الماك سيف يعني مغناطيس ويشبك بشكل لاسلكي شحن، يعني يشحن جوالك بشكل لاسلكي وبقوة 15 واط، متوافق مع أي جهاز، مع جي وايرلس ما عنده أي مشاكل، متوافق مع أجهزة الآيفون القديمة راح يعطيك 7.5 واط. ومع استخدام الماك سيف وتقنيات الـ NFC فراح يتعرف على بعض الإكسسوارات مثل المحفظة، والله كمثل أنه لما تركب جراب أو غطاء خلفي على حسب اللون يتأثر ويظهر دائرة باللون نفسه. فكتقنية نعم، وأشوفه ثابت، يعني ما اشوف انه والله راح يطيح مني الجوال، لا يعني ما حسيت انه في مشاكل نهائيا من ناحيه جوده ثبات الماك سيف مع الايفون، ما اشوف اي مشاكل. لكن يعني كسرعه شحن فحطيت جنبه ال 20 واط وحطيت جنبه ال 65 واط مع الماك سيف علشان اشوف ايش الفوارق. خليني اقول لك وش اللي طلع معي في 30 دقيقه. طبعا كل هذه التجارب اعطاني مع الماك سيف اعطاني 32%، واعطاني مع شاحن ال 20 واط طبعا تقريبا 57%، اعطاني مع 65 واط زيد مع 57% 5%. ف هل راح اشتري شاحن؟ نعم راح اشتري شاحن، وممكن اقترح عليك شوف الرابط الموجود في خانة الوصف بعض الشواحن اللي انا رشحتها، فشوف الرابط الموجود في خانة الوصف. لكن ماك سيف موجود، هل يستاهل هذا الشيء يعتمد عليك؟ يعني كتقنية لها مستقبل وانه راح يفتح افاق جدا كبيرة لعدد المطورين وغيرها، ممكن نعم ممكن نشوف هذا الشيء والفكرة عجبتني، لكن واضح انه هذا دلالة واضحة على توجه ابل السنوات القادمة ان شاء الله. الايفون 12 هو بنفس مفهومه موجود في الايفون 11، يعني اللي صاير فقط حرفيا انه فتحة العدسة صارت افضل والسوفتوير افضل في معالجة الصور وايضا في مسألة الفيديوهات،
والنتيجة إنه السيلفي ممتاز، الصور والبورتريت ممتاز، مسألة الألترا وايد وتحسين الأطراف إنها ما تكون ديستورشن، هذا الشيء راح تلاحظه بدرجة جدا كبيرة، وهذا الشيء أيضا مرحب به. أداء في البورتريت أيضا أشوفه أفضل، أداء في الإضاءة ضعيفة تحديدا مقارنة بالآيفون 11 تطور بشكل ممتاز جدا جدا ممتاز مقارنة بما قدم لي الآيفون 11 السنة الماضية. أضافوا خاصية الدولبي فيجن HDR، الآن هو نوع جديد تماما عن HDR أو HDR 10 أو اي اشتهار شفته في عالم الاندرويد، هذا مفهوم او منطلق مختلف تماما. الخاصية هذه ممتازة عظيمة، تعطي الوان جميلة جدا، ولكن لما يكون في عندك جهاز متوافق مع الدولبي فيجن HDR. اللي بقول لك قبل ما ادخل في تفاصيل هذه النقطة انه لا تستخدم دولبي فيجن HDR مع لما تصور شخص، لا تستخدمه نصيحة، بيطلع بنتيجة غريبة جدا زي ما انت شايف قدامك. لكن الدولبي فيجن HDR بكل بساطة يعني هي خاصية راح تكون محصورة على جهاز أبل، ومع الانتشار الضخم جدا للآيفون راح تنتشر هذه التقنية. في شاشات راح تشتغل وتدعم، ممكن في المستقبل تدعم وتشغلك هذه الخاصية مع الدولبي فيجن HDR، فهذا مفهوم وستاندرد جديد مقدم من أبل راح ينتشر بدرجة جدا كبيرة. بس انه لا تصور فيها او لا تستخدمها، يعني تقدر تروح للدات وتلغيها، ولا تصور فيها بهذه الخاصية مع الاشخاص. بس هذا اقدر اقول لك، تستخدم مناظر طبيعية لاماكن مفتوحة، صدقني راح تنبسط 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 وراح تنبهر من الجودة لما تشغلها على شاشة الايفون. فهذه مراجعتي للايفون 12. نعم هذه هي. فهل يستحق الاقتناع اذا انت كمستخدم الايفون 11؟ نعم أنصحك بشدة بالترقية إلى الآيفون 12 بشكل مباشر، وأتوقع الآيفون 12 هو آيفون 12 للأغلبية أو الشريحة الكبيرة جدا، نظرا لما يقدمه هذا الجهاز من تطورات كبيرة وسعر مغري مقابل الأشياء اللي راح تأخذها مع هذا الجهاز. وهنا يعني أدري أن ممكن الناس تقول لي أنا طبل، لكن أبل مهما صدرت آيفون راح يكون يعني جوالك الأنسب، راح يكون جوالك الأنسب من ناحية استخدام لسنوات طويلة، من ناحية التحديثات، من ناحية الأداء، من ناحية كثير من النقاط. تحديثات على الأقل يعني دائما مضمونة من أبل، وهذا الشيء اللي يميز أبل مقارنة بشريحة كبيرة جدا من الناس. أعطونا رأيكم في خانة التعليقات، أشوفكم خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.